ممكن تستقبل التليفون ده سيادة اللواء. اتفضل شوف مين معنا على التليفون. الو يا ناصر. اهلا 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 كابتن وحارس مرمى قلوب الناس وحارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى مصر ومدرب حراس مرمى مصر في اوج مجدها كابتن احمد ناجي حبيبي. والله دلوقتي قالوا لي هتتكلم اللي هو احمد ناصر. طبعا احنا اليومين اللي فاتوا دول يمكن اكتر يومين شفنا بعض فيهم. الاول بس انا عديمتي طبعا عشان اهلا بيك يا كابتن احمد وسعداء بمشاركتك معانا في الحوار. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الله يخليك. طبعا يعني اللي هو ناصر من الشخصيات المحببه جدا 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 لقلبي انا شخصيا. ربنا يخليك. ولقلوب ناس كتير لدماسه خلقه وعايز اقول لك حاجه قيمه كبيره جدا قيمه كبيره جدا. احنا طبعا اتقابلنا في لوس انجلوس 84 في امريكا واقول يا احمد ولا ايه؟ لا بلاش بقى عشان يعني الناس ما تقولش حاجه مش كويسه على حد تاني انت عارفه. طب نقول شويه حاجات مش كل حاجه. كابتن ناجي يقول لنا بعض المعلومات يعني. حبيبي قول اللي انت عايزه ولا يهمك. اقول ايه اللي كان قال لي تعالى ناكل جمبري. فروحنا حلوه دي يا احمد ما فيهاش حاجه. لا خالص. رحنا فردنا الجمبري وخلاص قاعد بقى انا مستني اكل الجمبري محترمه. وبعدين لقيت الجمبري عاملينه بالسكر. قلت له كده يا احمد يعني ده جمبري ولا حاجه حلوه ولا فهمني يا احمد. لا احمد من الناس الحلوه جدا. طبعا ببارك له على رئاسه الاوكسا. الله يخليك يا حبيبي. وهيعمل فيها حاجات حلوه جدا لان دماغه دي الماس. الله يخليك. سعيد بنجاحه يا كابتن ناجي. هل حضرتك سعيد بنجاح اللي هو احمد ناصر؟ ابويا وصاحبي يعني اما لازم اكون سعيد بنجاحه. وبشكل عام مش بس حاله اللي هو احمد ناصر، كوادر المصريه اللي بتنجح عربيا وافريقيا ودوليا وتبقى بتتولى مناصب طبعاً قياديه طبعاً في الرياضه دوليا. مثلا حد زي اولادك مثلا فضل من الناس اللي نجحت كويس جدا الواحد بيبقى فخور بيهم جدا. كل اولادنا اللي هم بيسروا الساحه الرياضيه وبيشتغلوا بعقليات متحضره وبيشتغلوا يعني بدماغيره. لا طبعا الواحد بيبقى مبسوط بيهم وفرحان بيهم جدا 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 جدا. انا كنت عند اللواء احمد في مكتبه في الاتحاد. طبعا خليه نحل شغاله وتحضيرات مهمه جدا جدا. هو طول عمره يعني وهو في الترايثلون وهو في الخماسي وهو في كل حاجه كان ناجح ما شاء الله عليه. ربنا يكرمه يا رب. طبعا نجاحه من نجاحي بعتبر نجاحه من نجاحي. طبعاً. كابتن ناجي احنا بنتكلم وفاتحين ملف تطوير الرياضه بشكل عام مع سياده اللواء احمد ناصر. ايه اللي حضرتك بتتمناه من خلال مشوارك ونجاحاتك وخبراتك الكبيره في عالم الرياضه والكره القدم وتدريب حراس المرمى تحديدا؟ بتتمنى ايه للرياضه المصريه او ايه اللي احنا محتاجين نركز على علاجه في قصور الرياضه او مشكلات الرياضه المصريه في الفتره الجايه؟ لا هو الرياضه عندنا لحد دلوقتي لسه ما بقتش صناعه. يعني انا اتمنى اليوم اللي اشوف فيه الرياضه المصريه بقت صناعه لان الرياضه العالميه هي الصناعه الاولى في العالم دلوقتي قبل البترول وقبل كل الحاجات. وبلد مثلا زي البرازيل دي ما عندهاش امكانيات اقتصاديه كبيره ولكن بتصدر عدد من اللعيبه بيعوضها يمكن او بيعمل لها توازن في حالتها الاقتصاديه. مفيش بلد في العالم ما فيهوش لعيب واثنين وثلاثه برازيليين. صحيح. مفيش يعني هي دي بس اللي ناقصانا حته ان نخلي كره القدم او الرياضه تبقى صناعه بكل مفردات كلمه صناعه بس. يعني لو احنا اشتغلنا كده وبقى في احترافيه بشكل يعني يضمن لنا ان الصناعه دي تزدهر ليها طبعا فروع بقى كتير. فنشتغل في الفروع ديت وان شاء الله باذن الله ان شاء الله بإذن تبقى حاجه. المدرب الموهوب على مستوى مصر والعالم العربي والقاره الافريقيه المدرب الموهوب لحراس المرمى الكابتن احمد ناجي. قبل ما نشكر حضرتك على مشاركتك معنا وننهي المداخله خلينا نشوف بعض اللقطات او الصور والذكريات اللي بنعرضها من صوره المنتخب منتخب 84. فاكر المشاركه في دوره العاب لوس انجلوس؟ فاكر الفتره دي كويس يا كابتن ناجي وذكريات المرحله طبعا اكيد ده فتره مهمه جدا في حياه اي لاعب مشاركته في كاس عالم او اولمبياد لان الاولمبياد بالتحديد كمان. وببارك طبعا لكابتن شاوي
وجهازه كله بالكامل، لان هم ربنا كرمهم وصلوا للاولمبياد. احنا كمان وصلنا لدور الثمانيه الكوارتر فاينل. الصوره دي مباراه فرنسا في الكوارتر فاينل. فكنا عملنا حاجه كويسه كمان في الاولمبياد. طبعا كان فاكر المنتخب ده، الجيل ده يا كابتن ناجي، فاكر اللعيبه كلها اللي موجوده في الصوره الاسماء؟ طبعا ده مجدي عبد الغني اول واحد، وبعدين انا، وبعدين طاهر ابو زيد، وبعدين ربيع ياسين، علاء نبيل، كابتن محمود الخطيب، الله يرحمه ابراهيم يوسف، كابتن عماد سليمان، بدر حامد، شوقي غريب، محمد عمر. ده المنتخب مليان كم موهبه موجوده في التشكيل ده يا كابتن ناجي. كلهم دلوقتي مدربين كبار، وطبعا كابتن محمود رئيس النادي ربنا يديله الصحه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. كابتن مجدي طبعا من الناس اللي هي يعني رفيقي في البطوله دي، وكنا اصحاب، وطبعا اللي هو ناصر ضيعنا شويه في الاولمبياد. يعني قال على بعض الاسماء كانوا بيزوغوا ويجولي خلال فتره المعسكر او البطوله يعني. طيب كابتن ناجي سؤال اخير، كتبت على الفيسبوك النهارده انك بتؤكد وتؤكد للجميع انك لم تظلم اي حارس مرمى توليت كان بيشتغل معاك او تحت اشرافك كمدرب لحراس المرمى في اي نادي من الانديه اللي اشتغلت فيها او مع المنتخبات. ايه سبب البوست ده في التحديد في التوقيت ده تحديدا؟ الناس رابط تجندي للبوست ده باشخاص معينه، لكن لا، انا كاتب البوست ده يعني كشف حساب كده ليا انا شخصيا بشكل عام. بشكل عام طبعا، لان عمري ما هكون مثلا بفكر ان انا يبقى انا بقول على حد او لا. طبعا انا طبعا طول الوقت انا مسؤول عنهم، مش هم مسؤولين عني. انا مسؤول ازاي ارفع معنوياتهم، انا مسؤول ازاي احسن ادائهم اطور ادائهم، لكن انا كتبت البوست هو كشف حساب ليا انا شخصيا. وذكرت عدد من المدربين العالميين اللي انا اشتغلت معاهم بالتحديد عشان يبقى انت بتاخد قرار جماعي مش بتاخد قرار فردي. يعني انت جزء من جهاز فني. انا ذكرت رسفان لشيسكو مثلا اللي هو ماسك الهلال السوداني، الهلال السعودي دلوقتي. ذكرت مانو جوزيه، ذكرت مستر كوبر، مستر خفير اجيري، اسامي كبيره جدا. شكرت الاسماء اللي اشتغلت وتعاونت معاهم في الاجهزه الفنيه المختلفه. بعض من الاسماء، بعض الاسماء الحاجه الكبيره قوي اللي انت ازاي هتبقى تفرض عليهم حاجه او تفرض عليهم اراء هم مش مقتنعين بيها. لكن البوست ده لا 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 من بعيد ولا من قريب على شخص. انه الناس ربطت ان فلان لعب وحش او لما مش عارف ايه، فانا بقول يعني انا اللي كنت صح وانا اللي بالعكس. مفهوم. انا بتمنى لكل الاولاد دول ان هم يبقوا حاجه جميله جدا ويحققوا كل اللي هم بيتمنوه. ان شاء الله. انا بقصد بالبوست ده فقط حساب يعني ليا كشف حساب مع جمهورك. عموما كان رد الفعل اكثر من رائع، وجالك تعليقات وسيل من الاعجاب والتعليقات الايجابيه عن اللي حضرتك كتبته النهارده على فيسبوك، وبكل المقاييس في اجماع في الاراء على ان كابتن احمد ناجي بكل الحسابات الفنيه مدرب حراس مرمى موهوب 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 الى ابعد مدى. ومستوى الحراس والمستوى اللي بتصل اليه التوب فورم اللي شفناه لاي حارس تحت قياده كابتن ناجي ده بيشهد لك من خلال نتائجهم وادائهم مع الانديه والمنتخبات. وبشكرك جدا يا كابتن ناجي للمشاركه معانا في الحلقه. انا اللي بشكرك عشان اتحت لي الفرصه ان اسلم عليك وعلى حبيبي اللي هو احمد ناصر. حبيبي، وانا قاعد مستمتع بيك اهو يا حبيبي. ربنا يخليك. شكرا جزيلا كابتن ناجي، ربنا يبارك فيك.